حبايبي بريبوان، تعالوا نتعلم مع بعض النهاردة ازاي نعمل connection between الميديان في الرايت انجل تريانجل. لما نبص كده على التريانجل ده، ايه اللي يميزه؟ الانجل. السيمبول ده، السيمبول ده اتعلمناه من زمان ان ده بتاع ايه؟ رايت انجل. طب ايه اللي انت عاوز تضيفه السنه دي واحنا في بريب 2؟ ان انا يا مستر عايز اول ما الاقي رايت انجل تريانجل امسك القلم البنسل واروح رايح للاوبزيت سايد للرايت. فين الاوبزيت سايد للرايت؟ الان تروح جاي تكتب لي عليه هايبوتنس. هستفيد منه؟ اكيد هستفيد منه. طب تعالى هنا، هل تريانجل اي بي سي ده رايت؟ عرفت منين؟ معايا الساين بتاعت الرايت. اول حاجه ادور على مين؟ بتاع الرايت انجل. فين هو؟ واسميه هايبوتنس. شكرا، وراح جاي اكتبها كمان. طب تعالى هنا، ادي تريانجل اكس واي زد، يا ترى ده رايت؟ عرفت منين؟ من الساين بتاع الانجل. فين اول حاجه ادور عليها؟ اللي هو هيسميه ايه؟ اللي هيسميه ايه؟ شكرا يا مستر. ادي اول حاجه انا عايز اعملها اول ما الاقي رايت انجل تريانجل. نمبر 2، هنبتدي بقى نربط كلمه ميديان اللي اتعلمناها في الدروس اللي قبل كده بس في الرايت. ومش كده وبس، الميديان بتاعي المره دي سبيشال كيس، ان هو دروين من الرايت، دروين من الرايت، ودي تجيني في الكومبليت والتشوز. يبقى لما الاقي ميديان دروين يعني خارج من كده، ادي يا مستر اهو، وحطيت مثلا هنا الليتر او، الام او ده ميديان. عرفت منين؟ تقول لي ما هي الاو باي سكت، الاو ميد بوينت، فبقي الام او ده ايه؟ ميديان. شكرا. ايه بقى اللي انا عايز استفيده؟ عندي ثيرم بتقول لي الميديان دروين من الرايت، الميديان دروين من الرايت ايكوال هاف لمين؟ هايبوتنس. ادي دي وتجيني كومبليت وتشوز، ويبقى عايز الكلمه دي هاف الهايبوتنس. طب تعالى يا مستر نترجم الكلام ده بالليترز. ها نيجي نقول كده ان تريانجل ال ام ان، مين الميديان؟ الميديان. ايوه كده، او ام. هنقول ايكوال، ايكوال ايه؟ ايكوال هاف لمين؟ ال ان. شكرا يا مستر، ل ان. طب انا بعد كده بقول له ايه؟ بقول له لو انت اديتني اللينث بتاع او ام سي 5 سنتيمتر، انت تستفيد ايه؟ اللينس بتاع ان ال 10 سم. اكسلنت، برافو عليك حبيبي، شكرا. ايوه. طب تعالى هنا، لو جيت عملت ادي دروين بالشكل ده وعملت لك سيمبل هنا وحطيت لك هنا ليتر دي، بقى عندي الاي او ميديان. الاي دي اعتبرها دي 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 مش او، ها دي 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 ميديان، والميديان دي ميد بوينت، والاي دي ميديان. ميديان ايه اللي استفيده؟ ها الاي دي ايكوال هاف بي سي. شكرا يا مستر. عايزين نتعود ده البروف يا مستر؟ يا مستر اشغل نفسي بسنس وزيرفور ولا محتاجها؟ واديني بقول اهو، ما تتعبش نفسك، بس انت عايز تعرف سنس تبقى البوينت اندر. يبقى تعالى هنا يا مستر، يبقى ادي هنا انا هشتغل في تريانجل اسمه اي بي سي. اللي انا عاوزه عندي يا مستر الاي دي دوت الميديان، يبقى هاف الهايبوتنس بي سي. طب لو جيت اديتك الهايبوتنس ده 8 سنتيمتر تستفيد ايه؟ ان الاي دي 4 سنتيمتر. شكرا يا مستر، يبقى الاي دي 4 سنتيمتر. طب تعالى هنا، ده رايت انجل تريانجل. شكرا. اول ما الاقيه قلنا الهايبوتنس مين؟ الاتش. لو لقيت يا مستر دروين بالشكل ده وحطيت لك هنا لتر اتش وعملت لك الساين بالشكل ده، بقى عندي ايه؟ ميديان واي اتش ميديان. وايه اللي استفيده الميديان في الرايت تريانجل؟ الواي اتش هاف الاكس زد. شكرا يا مستر، بنفس الطريقه تديني الميديان اجيب لك الهايبوتنس، تديني الهايبوتنس اجيب لك الميديان. في مشكله؟ لا. شكرا يا مستر. طب تعالوا بقى ناخد رول جديده. حبايبي بريب 2، تعالوا نشوف كده معانا ايه الجديد. لما اجي اقول اي بي سي تريانجل، ايه اللي يميزه؟ الرايت انجل. واول ما نلاقي الرايت انجل البنسل بتاعي يروح على مين؟ الهايبوتنس. فين هو؟ نروح جايين نكتب عليه هايبوتنس. هل عندي ميديان؟ لا. ايه البديل بقى؟ لقيت ايه؟ ديجري. انجل 30. لقينا؟ انجل 30. اول ما الاقي انجل 30 ادور على الاوبوزيت
سايد. فين الاوبوزيت سايد؟ اروح كاتب عليه كلمه او بي بي اوبوزيت. ايه بقى الريليتد ما بينهم؟ الاوبوزيت لل30 ايكوال هاف الهايبوتنس. نقول مع بعض الاوبوزيت سايد هاف الهايبوتنس. الاوبوزيت لل30 هاف قول الجمله الاوبوزيت لل30 الاوبوزيت لل30 ايكوال هاف الهايبوتنس. ليه يا مستر انت مصر تخليني اقولها؟ عشان حبيبي هتلاقيها كومبليت وتلاقيها تشوز. طيب تعالى هنا عندي رايت انجل. شكرا. فين اول حاجه ندور عليها؟ فين هو ال اروح جاي اكتب هايبوتنس. المره دي يا مستر انا ما عنديش انجل 30، مديني انجل كام؟ 6. ولما يبقى عندي انجل 60 في الرايت استفيد ايه؟ فين هي الثيرد انجل؟ تبقى الانجل الثالثه الثيرد انجل تبقى بكام؟ 30. ولما الاقي انجل 30 اروح لمين؟ مين هو الاكس ال؟ ايه الريليتد ما بينه وما بين الهايبوتنس؟ نقول الاوبوزيت لل30 هاف الهايبوتنس. طب يا مستر لما نيجي نكتب في التمرين نعمل ايه؟ كده حبيبي اهو انا عندي ميجر انجل سي 30، اروح جاي اقول له كده يبقى الاي بي هاف الاي سي. يبقى يا مستر لو انت مديني الراجل ده 4 سنتيمتر استفيد ايه؟ شكرا. يبقى هاجي اقول له يا مستر بقى الاي سي 8 سنتيمتر. طب تعالى هنا لو انا مدي لك الهايبوتنس ده 10 سنتيمتر يبقى الاوبوزيت سايد 5 سنتيمتر. شكرا. عايزين نكتب هنا هنقول ايه؟ هنيجي نقول كده ان انا عندي الانجل زي ايكوال 30. يبقى ها ميجر انجل اس الاوبوزيت سايد يبقى مين؟ الاوبوزيت سايد اسمه ال 60 اسمه اكس ال ايكوال 60 دي 5 سنتيمتر. هاف ال هايبوتنس. طب يلا بص بقى معايا بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر. لما يقول لي الكلمه دي يعني انا هروح هنا بعينيا واسال نفسي ايه الجيفن؟ جيفن يعني الحاجات اللي معايا. ايه الجيفن هنا؟ معايا رايت؟ اول حاجه امسك القلم البنسل واعمل ايه؟ احطها على ال اقول مين الهايبوتنس؟ مين؟ الهايبوتنس اي سي. شكرا. اروح جاي اكتب عليه. ايه كمان؟ معايا ايه؟ ميديان. شكرا. ابتدي اعمل ايه الريليتد بتوين الميديان والهايبوتنس؟ ان الميديان هاف الهايبوتنس. اكسلنت. تعالى نتعلم نكتب. يبقى انا هاجي اقول له كده ان تريانجل اي بي سي رايت اد بي. طب يا مستر لو نسيت، لو اتعودت مش هتنسى. هروح جاي اقول له يبقى البي دي ايكوال هاف. هاف لمين؟ بي دي هاف الاي سي. شكرا. ابتدي اسال نفسي بقى مين في الجيفن عندي؟ هل عندي اللينث بتاع البي دي؟ لا. عندي اللينث بتاع اي سي؟ بكام؟ يبقى البي دي بكام؟ بي دي بفايف. شكرا. اروح جاي جنبها واكتب فايف. باي باي. تعالى بقى عندي انجل هنا بكام؟ واحنا اتعلمنا لما يبقى عندي انجل 30 في الرايت استفيد ايه؟ ان الاوبوزيت ليها ماله؟ هاف هاف الهايبوتنس. ايوه كده. يبقى يا مستر انا عندي انجل سي الميجر بتاعها 30، يبقى تعالى بقى نقول بالليتر اي بي. ايوه هاف الاي سي. شكرا. نبتدي برضو نسال نفس السؤال الاي سي عندي؟ كام؟ يبقى الاي بي ده بكام؟ شكرا. تعال بقى نسال. يبقى انا من الجيفن اللي موجود ميديان و30 جبت لك منهم حاجتين. هو عايز ايه؟ بيقول لي انا عايز بتاع التريانجل اسمه اي بي دي. تعال يا مستر اللي هو ده اي بارامتر عايزين نعمل ايه؟ بلس للسايدس ده وده وده مش كده؟ يا بي دي انا جبتك بكام؟ والاي بي جبتك؟ طب والاي دي يا مستر مش ده ايكوال ده؟ وده هاف الهايبوتنس يبقى ده كمان بكام؟ يبقى يا مستر هاجي اقول له يبقى البارامتر بتاع التريانجل اي بي دي واخد 5 بلس 5 بلس 5 يبقى 15 سنتيمتر فينش. باخد 4 ماركس وانا ما تعبتش ولا جبت حاجه من عندي. اوك يلا حبايبي تعالوا كده نشوف ازاي عملنا تريانجل في
ميديان وده تريانجل فيه 30. لما اجي اشتغل في شيب زي كده فيجر زي ده ما توهش نفسي. برافو عليك. اعمل ايه؟ تعالى كده يا مستر نقول مره هشتغل في التريانجل اي بي سي ومره تانية هشتغل في التريانجل بي دي اي. معايا؟ تعالى كده يا مستر نعمل هايد للحته دي نداريها. في التريانجل اي بي سي دي رايت؟ رايت. اول حاجه ادور على مين؟ فين هو؟ اي سي. اعلى يبقى ده الهايبوتنس يا مستر. طب معايا البي دي ده نوعه ايه؟ ميديان. ايه الريليتد ما بين الميديان والهايبوتنس؟ البي دي هاف الاي سي. شكرا. يبقى انا جيت في التريانجل ده هروح جاي اقول له كده البي دي ايكوال هاف الاي سي. نسال بقى نفسنا هل يا مستر عندك اللينث بتاع بي دي؟ لا. طب معاك اللينث بتاع اي سي؟ لا. شكرا باي باي وما عملتش اي حاجه. نروح على التريانجل الثاني بي دي اي. يعني انا هشتغل هنا بقى اسال انا عندي في التريانجل ده ايه؟ انجل 30. ايه اللي استفيده لما يبقى عندي انجل 30 في رايت؟ انها الاوبزيت ليها هاف الهايبوتنس. ايوه كده ادي الاوبزيت ليها في التريانجل ده. فين الهايبوتنس؟ البي اي. شكرا. عرفت منين يا مستر؟ ابدا حبيبي ما هو الراجل ده ادي الرايت بتاعته فبيه الاوبزيت. تعالى بقى ناخد الكونكشن ما بين الاوبزيت لل30 والهايبوتنس. ها يبقى اجي اقول له كده الميجر بتاع انجل اي ايكوال 30. يلا بقى اديني ها البي دي ها هاف البي اي. شكرا. تعالى بقى نقول نفس الكلام يا بي دي اللينث بتاعك اعرفه؟ لا. شكرا. اوضح دي بس ان هي دي يا اي بي اللينث عندك اعرفه؟ لا. تعالى بقى نقول حاجه لما يبقى ما عنديش لينث هاجي اعمل كده الستيب دي الستيبس دي اقول عليها نمبر 1 ودي اقول عليها نمبر 2. تعالى نعمل كومبير. ايه اللي انا ملاحظه هنا وهنا؟ ايه ده؟ وايه ده؟ يعني دول ايكوال. فتيجي تتعلم تقول كده فروم 1 و 2 كنسل البي دي يا مستر. ايه اللي استفيده؟ ها اي سي هيبقى ايكوال البي اي. يبقى الاي سي ايكوال البي اي. نقول تاني بقى الحته الصغيره دي يا مستر. اول ما يبقى عندي هنا مفيش لينث ولا عندي اي حاجه خلاص اديها نمبر 1. هنا ما عنديش لينث اديها نمبر 2. هعمل كومبير بتوين 1 اند 2 لقيت البي دي هنا ايه؟ كومن. لقيته ايه؟ كومن. كنسله. يبقى ايه اللي استفيده؟ الاي سي ايكوال للبي اي. وشكرا يا مستر. هو ده الريكورد تو بروف اللي بيبقى عايزه. اديني سايبها لك اهي تبص عليها. وده تمرين مهم قوي. حاول تتعلم انك تعمل ستوب وتحله لوحدك. اشوفكم في درس جديد. باي باي.